في أقل من شهر يجتاح الخوف سكان الأرض مرتين بسبب الصواريخ الهائمة والتنافس على الفضاء بين القوى الكبرى، وسط توقعات بسقوطها في أي لحظة وفي أي مكان. أعلنت شركة روكتاب الأمريكية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية أمس السبت 15 ماي عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه. وقالت الشركة عبر موقعها في تويتر إن الجزء الأول من الصاروخ من المفترض انطلاقه كما كان مخططا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له. وأكدت الشركة خلال التغريدة أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية، مضيفة في تغريداتها أن فريقا من المتخصصين يعملون حاليا على تحديد المشكلة وتصحيحها لعودة الصاروخ بأمان دون أن يتسبب في أي أضرار للسكان الموجودين على كوكب الأرض. وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني، إذ أن وزن صاروخ الشركة الأمريكية يزن فقط 500 كيلوغرام، بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طن.